ساكنه دوار سيدي حسين جماعه قياده امغراس اقليم الحوز تتساءل ما هو حل اعاده الاعمار للساكنه. هاد الناس اللي تدمو لهم المنازل ديالهم دابا حوالي شهر عام هادي تقريبا وشهور ولم يتوصلوا بعد بحل لما هو للاعمار. شوفوا الاخوان دوار سيدي حسين بعد ادراجهم في المنطقه الحمراء بعد مرور 4 شهور داخل المخيمات. هنا شوفوا معايا اللافته الاخرى ساكنة دوار حسين البحث عن حل عاجل لإعادة البناء. الناس مازال ما توصلوش بحل للإعمار بسبب زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة السنة الماضية. هنا الساكنة تستنجد بسيد عامل الحوز إقليم الحوز لإيجاد حل سريع لهذه المعضلة. عدد كبير هذه المسيرة شارك فيها العديد من الناس ديال المنطقة سواء الشباب الصغار والكبار نساء واطفال. شوفوا معايا